حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نتابع النصيحة التالية حول أسرار حفظ القرآن من دون معلم. قلنا خلال الحلقات السابقة أيها الأحبة، طريقة الحفظ ينبغي أن تكون بالاستماع، وعندما تتم الاستماع وتخزن هذه الآيات في دماغك تماما، تنتقل لمرحلة تقسيم السورة إلى مواضيع، ثم تحفظ موضوعا موضوعا، ثم تربط هذه المواضيع ببعضها، فتكتمل عملية الحفظ. كل هذه الخطوات يجب أن تتم مع التدبر والتأمل والتفكر، وأن تعيش ضمن هذه الآيات. اليوم سنأخذ مثالا من سورة النمل، وهذا المثال أنا وضعته على كتاب اسمه طريقة إبداعية لحفظ القرآن، موجود على الموقع الإلكتروني لمن أحب أن يطلع عليه. ضروري أن تطلعوا عليه لمعرفة الطريقة التي يعني نتكلم عنها. سورة النمل أيها الأحبة من السور العظيمة جدا، فيها قصص، فيها ذكر النمل، ذكر سيدنا سليمان وكيف فضله الله على كثير من عباده المؤمنين، فيها يعني قصص متعددة كيف أهلك الله الأمم السابقة وأعطانا يعني عبرة. اليوم يعني أنا جزأت هذه السورة لمقاطع، يعني من أحب أن يحفظ سورة النمل، قضية بسيطة أيها الأحبة، سجل السورة أو نزل السورة على الموبايل واستمع إليها باستمرار لمدة مثلا أسبوعين، ثلاثة، أربعة، شهر، حتى تصبح مألوفة بالنسبة لك. ثم بعد ذلك تفتح القرآن العظيم، تجد المقطع الأول هنا أيها الأحبة، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. إذن أنا الآن عندما أقرأ هذا الكلام ينبغي أن أعيش هذه المعاني، ينبغي أن أعتبر أن هذا الكلام موجه لي شخصيا، يجب أن أعيش هذا الكلام، وإلا لن أحفظ حفظا تدبريا كما قلنا في اللقاءات السابقة، سيكون حفظ ميكانيكي تنساه بمجرد أن تتركه. الله يقول لي ولك، تلك آيات الكتاب القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. طيب أنا اليوم لدي أحزان، لدي مشاكل، عندما أسمع هذا الكلام يجب أن أستبشر، الله يقول لي هدى وبشرى، أي أنك إذا قرأت هذا الكلام وفهمته ستشعر بالاستبشار، ستشعر بالسعادة، ستشعر بالطمأنينة. طاسين، طبعا هذه حروف تسمى الحروف المقطعة، من عجائب هذه الحروف أيها الأحبة أن سورة النمل رقمها 27 في القرآن، رقمها كم؟ 27. اربط هذا الرقم بليلة القدر، على أرجح الأقوال أنها ليلة 27، إذن لكي لا تنسى. إذن رقم هذه السورة 27. طب كم عدد آياتها؟ آخر آية أيها الأحبة في هذه السورة أنا أكررها كثيرا، أختم بها كثير من الحوارات واللقاءات والحلقات، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها
وما ربك بغافل عما تعملون. كل آيات الإعجاز العلمي عندما نراها ينبغي أن نحمد الله، ينبغي أن نقول الحمد لله. وقل، يعني قل يا محمد، والخطاب لكل مؤمن بعده صلى الله عليه وسلم، وقل الحمد لله سيريكم، سيريكم ماذا؟ آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. هذه آخر آية من سورة النمل، رقمها 93، رقمها 93. إذن أنا لدي سورة النمل ترتيب السورة 27 أو رقم السورة 27 وعدد الآيات 93. هنا توجد ومضة يعني إعجازية لطيفة، أننا إذا قمنا بعد حروف طاسين في سورة النمل، يعني حرف الطا كم مرة تكرر، نجده تكرر بنفس رقم السورة 27 مرة. حرف السين أيها الأحبة تكرر 93 مرة بنفس عدد آيات السورة. سبحان الله، يعني هذه معلومة احفظوها جيدا لكي تدركوا أن كل شيء بمقدار عند الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء عبثا. إذن أنا بعد أن قال لي الله عز وجل طاسين، بدأ بآية عظيمة، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، واضح، مبين يعني واضح، هدى يهديني، حتى أنا في حالة أريد أن أتخذ قرار سليم القرآن يهديني، اقرأ القرآن. إذا احترت في موضوع زواج، موضوع سفر، اقرأ القرآن، هدى فيه، هدى يهديك في كل شيء، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعمهون يعني مثل إنسان أعمى يسير على ضلال، لا يدري، لا يهتدي. يعمهون لا يهتدون، يعني أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن لدي هنا 6 آيات بدأت بالقرآن وانتهت بالقرآن، يعني أول آية فيها القرآن وآخر آية فيها القرآن. يمكن أن تتأمل هذه الآيات، تكررها، تضعها أمامك، تكتبها في ورقة وتضعها أمامك هكذا وتنظر، لأن النظر إلى القرآن أيها الأحبة فيه ثواب كبير، يعني ليس فقط القراءة، أيضا النظر والتأمل فيه أجر. طيب أنا بعد أن أتممت هذا المقطع أنتقل للمقطع الثاني، الحديث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سيدنا موسى يسير في صحراء سيناء ومسافات طويلة، فقال لأهله امكثوا، يعني إني آنست نارا، فيريد أن يرى ماذا عند النار، قد يعني قد يوجد قوم يستأنس بهم، يتزود من عندهم، يعني المسافر يحتاج كثير من الأشياء، قد يأتي بجذوة من النار لكي يأكلوا، يطبخوا، يعني يقضوا حوائجهم. النار ضرورية أيها الأحبة. فلما جاءها نودي أن بورك في النار ومن حولها، سمع صوتا، صوت الحق تبارك وتعالى، لأن الله كلم سيدنا موسى، أن بورك في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
تصوروا إلها عظيما يخاطب عبدا من عباده: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. مهم أيها الأحبة، أنا لا أريد أن أدخل في محاضرة لشرح الآيات. اقرأوا هذه الآيات، هذا المقطع الثاني يلخص لنا قصة سيدنا موسى مع فرعون عندما ذهب إلى فرعون في 9 آيات. فرعون كذبه فأغرقه الله، ثم ختمت هذه الآيات: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن انتهى النص الثاني. هذا النص أيها الأحبة عندما تكرر الاستماع له كثيرا ثم تقرأه قراءة بتأني وبهدوء، وليكن هدفك التعمق والتدبر وليس مجرد الحفظ. لا تضع الحفظ كهدف، يعني إنه أنا أريد أن أحفظ فقط، لا لا، أريد أن أفهم أولا وأتدبر وأهتدي. القرآن يقول لي هدى وبشرى. طب عملية الحفظ الميكانيكية ليس فيها بشرى وليس فيها هدى. الهدى يأتي بعد أن تفهم هذا الكلام، بعد أن تستيقن. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى لك: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. طب هذه الآية فيها بشرى لي. كلنا ظلم نفسه، ما من إنسان إلا وارتكب المعاصي وظلم نفسه وأخطأ في حق نفسه وفي حق الله سبحانه وفي حق الناس أيضا. فهنا تأتيك بشرى أن الله غفور رحيم، ولكن بشرط أن تغير سلوكك من الظلم إلى الأعمال الحسنة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد ذلك فإني غفور رحيم. الآن حفظت هذا المقطع، لا تتجاوز هذين المقطعين. مباشرة اعمل يعني اقرأ المقطعين كاملين من أول السورة إلى كيف كان عاقبة المفسدين، اقرأهما مع بعض ثم أغلق المصحف واقرأ. ستجد طبعا بعض الكلمات تتفلت منك، عملية بسيطة، حاول يعني أن تصل هذه الآيات ببعضها. وكما قلت لك لن تجد صعوبة. لماذا؟ لأنك رسخت هذه الآيات. الصعوبة متى تأتي؟ إذا لم تستخدم طريقة الاستماع. طريقة الاستماع لمئات المرات هي التي تخزن كلمات هذه الآيات في دماغك هنا، فلا تنسى أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. المقطع الثالث الحديث عن قصة سليمان عليه السلام. طبعا أيها الأحبة، اللقاء القادم إن شاء الله نعيدكم أن نتابع المقاطع الخاصة بقصة سيدنا سليمان، أيضا هناك 3 أو 4 مقاطع، وكيف نحفظ هذه المقاطع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بحفظ القرآن كما أكرمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.